أهلا بكم. تعود موجة الاغتيالات إلى محافظة الضالع، ليكون الجديد هذه المرة نجاة المحافظ فضل الجعدي من محاولة اغتيال بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في مركز المحافظة. السلطة المحلية قالت في بيان لها إن سيارة الجعدي تعرضت لإطلاق نار أثناء مرورها قرب معسكر عبود التابع للجيش في مدينة الضالع، ما أسفر عن جرح 2 من مرافقي المحافظ، إصابة أحدهما خطيرة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي أسباب وتداعيات هذه المحاولة؟ وكيف ستتعامل الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية مع هذه الحوادث؟ في محاولة اغتيال ثانية تصحو الضالع على خبر نجاة محافظها، الأمر الذي يجد فيه مراقبون محاولة أخرى لمنع إعادة تطبيع الحياة في هذه المحافظة بعد اجتياح ميليشيا الحوثي والمخلوع لها. بعد مرور قرابة عام ونصف على تحرير أجزاء واسعة منها، ما تزال المحافظة تواجه صعوبات وعوائق، أبرزها شحة الموارد المالية وغياب مؤسسات الدولة واستمرار الانفلات الأمني. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. نجا محافظ محافظة الضالع فضل الجعدي من محاولة اغتيال من قبل مسلحين تابعين لنقطة تفتيش في المدخل الشمالي للمحافظة، فيما أصيب 2 من مرافقيه، إصابة أحدهما خطرة. ليست هذه المرة الأولى التي يتم خلالها استهداف المحافظ الجعدي، حيث سبق وتعرض منزله لقذائف RPG من قبل مسلحين مجهولين. وفي أول ردود الفعل أدانت السلطة المحلية والمجلس المحلي بمحافظة الضالع محاولة الاغتيال التي تعرض لها الجعدي وهو في الطريق إلى مكتبه بمدينة الضالع. السلطة والمجلس المحلي في المحافظة قال في بيان مشترك إن مسلحين في نقطة معسكر عبود اعترضوا سيارة المحافظ على المدخل الشمالي لمدينة الضالع، وعندما توقفت السيارة فتحوا أبوابها وباشروا بإطلاق النار على أفراد الحراسة، ظنا منهم أن المحافظ بجانبهم فيما كان يقود السيارة. محافظة الضالع التي كانت من أكثر جبهات المواجهات مع ميليشيا الحوثي والمخلوع ما زالت حتى اليوم ساحة مفتوحة للصراع، لم تستقر الأوضاع الأمنية فيها وما زالت تتعرض بين حين وآخر لحوادث اغتيال من قبل مسلحين مجهولين. تواجه محاولات إعادة تطبيع الحياة في المحافظة الكثير من الصعوبات والعوائق، والتي أبرزها شحة الموارد المالية وغياب مؤسسات الدولة واستمرار الانفلات الأمني، بالإضافة إلى وجود الميليشيا في أطراف المحافظة. تعرضت الضالع للكثير من التهميش خلال الفترة الماضية بسبب موقفها المناهض لنظام الرئيس المخلوع وتزعمها للقاءات وفعاليات الحراك الجنوبي، وهو ما جعل نظام المخلوع صالح يستهدف المحافظة وأبنائها، وقام بمحاولة قمع الانتفاضات المتكررة في المحافظة، ولم تسلم القرى هناك من القصف والاستهداف إلى جانب حملات الاعتقال الواسعة. مر قرابة عام ونصف على تحرير أجزاء واسعة من المحافظة، غير أن الكثير من الملفات ما زالت مفتوحة ولم يتم حسمها، وما زالت تفتقر لكثير من الخدمات الأساسية، وهو ما يضع الكثير من الأسئلة عن أسباب استمرار معاناة سكان المحافظة وتغييبها عن خارطة التنمية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن انضم إلينا الآن من القاهرة المحلل السياسي الأستاذ علي الصراري. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا أستاذ علي. يعني ما هي دلالات مثل هكذا محاولة اغتيال لمحافظ الضالع، وهي المحاولة الثانية ربما من نوعها يتعرض لها محافظ محافظة الضالع؟ فعلا كما قلتم ليست هذه المحاولة هي المحاولة الأولى، وقد تعرض فعلا لمحاولات اغتيال عدة، وكان دائما الأخ فضل الجعدي يخرج من هذه المحاولات وهو أكثر تماسكا وأكثر ثباتا على مبادئه ومواقفه. فضل الجعدي يعني يضرب مثلا عاليا في النزاهة وفي الإخلاص، و استطاع بتحمله لمسؤولية محافظة الضالع أن يعطي مثل هذا المثل، خاصة أن محافظة الضالع هي تعاني من شح كبير في الإمكانيات ومن حصار
يعني لأسباب عديدة. ولكن فضل القعدي بما يتمتع به من إخلاص وكفاءة ومن ارتباط وثيق بقضايا الناس في المحافظة، استطاع أن يقود المحافظة وأن يحقق قدرا كبيرا من الأمن والاستقرار، وأن يحقق أيضا يعني تقدم في العملية الإدارية التي يعني تمر بها المحافظة. وأعتقد أن هذا يغيظ أولئك الذين يناصبون الاستقرار العداء ويناصبون النجاح. فضل قعدي طبعا محافظ ناجح، وأعتقد أن جماهير الضالع تدرك هذا تماما، وتدرك أنها لم تحظى بمحافظ كما هو الحال بالنسبة للأخ فضل القعدي، الذي يعمل في ظل ظروف استثنائية ومع ذلك يحقق نجاحات استثنائية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ الصراري. ينضم إلينا الآن من الضالع وضاح الأحمدي المستشار الإعلامي لمحافظ المحافظة. أهلا بك سيد وضاح. أهلا بك أستاذ العزيز، أحييك وأحيي مشاهدي قناة الفيس، وأحيي ضيفك العزيز أستاذنا القدير الأستاذ علي الصراري. أهلا بك أستاذ وضاح. هل من تفاصيل جديدة لما تعرض له محافظ الضالع سيد فضل الجعدي اليوم من محاولة اغتيال؟ طبعا هو كما هو معلوم للجميع أنه تعرض الأستاذ فضل الجعدي لمحاولة اغتيال على الخط العام المؤدي إلى مكتب المحافظ صباح اليوم من قبل مجموعة من المسلحين خارجين عن القانون ولا يمثلون أي جهة، بقدر ما يمثلون جهات لها علاقة بإشارة الفوضى في محافظة الضالع وعرقلة الجهود الرامية التي يقودها محافظة الضالع لاستعادة محافظة الضالع إلى مكانتها الطبيعية، يعني بجهود شحوحة جدا وتكاد لا تذكر. بالنسبة للمستجدات طبعا إصابة اثنين من أفراد حراسته، وعملية الاغتيال كانت عملية اغتيال مباشرة، وبظني لم تحدث في تاريخ الضالع التاريخ المعاصر، يعني يقفون السيارات ثم يفتحون أبواب السيارة ويوجهون أسلحتهم بشكل مباشر إلى المحافظ وأفراد ومرافقي، لولا عناية الله لكانوا في علم خبر كان الليلة. بالنسبة للمستجدات طبعا الأمن باشر بملاحقة الجناة الذين فروا مباشرة بعد الحادثة، أتت إلينا أخبار الآن من إدارة الأمن المحافظة الضالع أنه تم إلقاء القبض على أحد الجناة، وهي فيما أفراد الأمن يواصلون تمشيط المناطق التي فروا إليها، ومن المقرر أن نعلن عن مستجدات جديدة خلال الساعات القادمة. طيب أنت حدثت يعني أستاذ وضاح عن طبيعة أو كيفية يعني كيف جرت هذه المحاولة، هل من تفاصيل أكثر حولها؟ ما هي الأسباب أو كيف تمت، وهل كان هناك أناس آخرين في الشارع العام؟ كيف نجى المحافظ بشكل أكبر؟ المحافظ رجع بشكل بعناية الله قبل كل شيء، ثم بنباهة أفراد المرافقين معه أو أفراد ثلاثته الذين تمكنوا من إلقاء من الإمساك بمنطقية الجاني الذي فتح باب السيارة، ثم وجه البندقية إلى المحافظ فرفعوا البندقية فطشت الرصاصات التي خرجت البندقية، أصيب أحد أفراد الحراسة بيده وأصيب الآخر بوجهه، كانت إصابات لم تكن إصابات بليغة أو مؤثرة أو إصابات قاتلة، لكنهم استطاعوا أن يدافعوا عن المحافظ ثم أسرعوا بالخروج من المأزق هذا، واتجه المحافظ هو كان يقود السيارة على فكرة اتجه مسرعا إلى المستشفى لإسعاف أفراد حراسته، و ما أثار الموضوع يعني أثار إعجاب الكثير، يعني شجاعة فضل جعدي، بسالة فضل جعدي، هذا الرجل الذي تشكل من طيلة الضالع ومن معاناة أبناء الضالع من عشرات السنين، إنه لم يعود إلى بيته أو لم يذهب إلى جهات مختصة مثلا للإبلاغ أو لم يروج للمشكلة على اعتبار أنه قدم بطولة، وإنما ذهب رأسا إلى المستشفى لإسعاف أفراد حراسته، وعندما تطمأن عليهم عاد مباشرة لمزاولة عمله في مكتبه قبل أن تأتي إليه الحراسة، قبل أن يأتي إليه المصابين عندما رفضوا أن يرقدوا في المستشفى وأقسموا إلا أن يكملوا يومهم بالدوام إلى جانب المحافظ الجعدي وإلى جانب عموم أبناء الضالع. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ وضاح. أعود إلى الأستاذ علي الصراري المحلل السياسي الذي ينضم إلينا من القاهرة. أستاذ علي، الآن هذه المحاولة جاءت في توقيت معين، هل من دلالة
يعني سياق الوضع السياسي والأمني الذي تمر به البلاد وتوقيت المحاولة، محاولة اغتيال محافظ الضالع؟ محافظة الضالع كانت رأس حربة للعملية التحررية التي أدت إلى القضاء على وإخراج الحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح من المحافظات الجنوبية، ويجري الآن أيضا ملاحقتهم وتطويقهم في المحافظات الشمالية. محافظة الضالع حافظت على مكانتها هذه كرأس حربة للعملية الثورية التحررية الوطنية، وأعتقد أن هذا يثير أحقاد وضغائن القوى التي هزمت ولا تزال تلاحق بالهزائم خلال هذه المعركة. وبالتأكيد أن الأخ فضل القعدي كان يقف على رأس هذه المحافظة، وهي تقوم بدورها التاريخي في هذه المرحلة. وفضل القعدي طبعا بدأ تحمل مسؤولياته من الصفر، بدأ يقود هذه المحافظة وهو يقود موتوسيكل، وها هو الآن يقود المحافظة بنجاح منقطع النظير ويحقق لها الأمن والاستقرار. وأعتقد أن أي محافظة أخرى تمر بنفس الظروف وتعاني من نفس شحة الإمكانيات التي تعاني منها محافظة الضالع لا يمكن أن تصمد كما صمدت محافظة الضالع، وكما استطاع الأخ فضل القعدي أن يحقق لها هذه الإنجازات الهامة. يعني أنت إلى الآن هنا واضحة. نعم. الدلالة هنا واضحة بأن القوى التي لها مصلحة باستمرار النظام الطائفي العفاشي والقوى الظلامية هي التي تخشى من تواصل هذه النجاحات، وتخشى من أن تتحول محافظة الضالع إلى نموذج ليس فقط في القتال والتحرر، وإنما أيضا تتحول إلى نموذج في البناء وفي تجاوز الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها المحافظة. كما أن الأخ فضل القعدي يتميز برؤيته الوطنية المتماسكة والمتكاملة، والتي لا تعاني من ثغرات ولا تعاني من يعني نعم صدق يعني من نظرات قاصرة إذا الحالة اليمنية، هو يدرك تماما أن القضاء على الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية هو الطريق الصائب للنجاح في بناء مستقبل جديد للبلاد بأسرها. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي مرة أخرى أستاذ علي الصراري. أعود إلى السيد وضاح الأحمد المستشار الإعلامي لمحافظ محافظة الضالع. أستاذ وضاح، إلى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، أن تقول أنه لا يمثلون أي جهة بقدر ما يحاولون تفبيط الجهود التي يقوم بها المحافظ، لكن عملية محاولة اغتيال لأكبر شخصية في السلطة المحلية، هناك من يتحدث عن غياب للأمن بداخل المحافظة، كما تفضلت أنت حادثة يعني تحدث لأول مرة بهذه الملابسات، كيف هي الأوضاع الأمنية في المحافظة؟ أستاذ وضاح؟ ألو. نعم معك أستاذ وضاح، تسمعني؟ عمليات تفضل، لكنهم يمثلون الجهات التي تقف وراء إثارة الفوضى في الضالع، وكما تفضل الأستاذ علي الصراري وقدم كثير من الشرح والتفصيل حول من يقف وراء هذه العملية. طيب أنا أقصد الآن كيف هي الأوضاع الآن يعني بمحافظة الضالع من الناحية الأمنية، كيف هي الأوضاع؟ الأوضاع على المستوى الأمني مستتب في محافظة الضالع، ولا توجد خروقات مهددة للعملية الأمنية في الضالع إلى الآن، والأمن يقوم بدوره على أكمل وجه في تمشيط المنطقة التي تعرض فيها المحافظ للاغتيال وإلى المناطق المجاورة، ويجمع الأدلة، وكما أسلفت أنه تم إلقاء القبض على أحدهم ويواصل متابعة الجنى الآخرين. لا توجد خروقات واضحة في الضالع، الأمن في الضالع متماسك، وهي أول محافظة عرفت العملية الأمنية بتماسكها وانضباطها، وأبناء الضالع هم ناس
يناضلون من عشرات السنين لاستتباب الامن ولايجاد دوله حقيقيه في محافظه الضالع، على اعتبار ان الضالع هي دوله، هي محافظه تقف على راس المحافظات التي تناضل من اجل ايجاد دوله، لا ايجاد القبيله او التشرذم او العمل الطائفي او الحزبي او ما شابه ذلك. كل ابناء الضالع يقفون جنود مجنده من اجل امن منطقتهم، ولكن تمت خروقات تحصل من وقت الى اخر من قبل دخلاء على الضالع، دخلاء على الاهداف التي تؤمن بها الضالع وتناضل لاجلها، الاشخاص او الجهات التي لا تؤمن الا بالمكاسب، ولا تؤمن الا بالسلطه، ولا تؤمن الا باثاره الفوضى، ولا تؤمن الا باشعال الحروب، لانها اصلا خلقت ووجدت داخل الحروب، فافكارها دائما لا تنتج الا حروبا. نعم، طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا استاذ وضاح. ينضم الينا الان مشاهدينا الكرام من الضالع مدير امن المحافظه العميد عبيد القعيطي. اهلا بك سياده العميد. الو، حياكم الله سياده العميد، اهلا بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. سياده العميد، هل توفرت لديكم اي معلومات عن الجهه تحديدا التي نفذت محاوله الاغتيال؟ أنا لهم كل شيء، نشكركم ونشكر قناة المغيث والمغيبين عليها، وندين ونستنكر ما حصل للأخ الأستاذ المحافظ فضل القعدي من هذا العمل الجبان، ونقول لكم أن الغتم ألغى الغر على بعض المتهمين بالقضية، ولا زالت الأمور مستمرة للبحث والتأجيل على الدخلاء الذين يريدون زعزعة الأمن والاستقرار في الضالع. وانه هذا غير مقبول في الضالع، لان الضالع يختلف على كل المحافظات. الضالع المواطن امن، الطفل امن، الشيب امن، الحرمه امن. نحمد الله سبحانه وتعالى ابناء الضالع على احوالهم وكل شيء. طيب الان بعد حوالي عام ونصف من تحرير المحافظه، هل هناك يعني الامكانات اللازمه لضبط الوضع الامني في الضالع؟ هل هي موجوده بالنسبه لكم؟ يعني بعد عام ونصف سيادة العميد من تحرير المحافظة، هل تتوفر الإمكانات اللازمة لضبط الوضع الأمني في الضالع؟ بالنسبة للأمن مضبوط الحمد لله، بس بالنسبة للإمكانيات للأسف الشديد لم نحصل على أي إمكانيات، نشتغل الإمكانيات الخاصة، لا يوجد لدينا أي دعم إلى الآن، والحكومة ما عندها الحمد لله نمشي الأمور. نعم، إذا أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيادة العميد. أعود إلى السيد علي الصراري المحلل السياسي معنا عبد القاهرة أو من القاهرة. السيد علي، بتقديرك كيف ستنعكس هذه المحاولة على الإجراءات التي تقوم فيها السلطة المحلية لتطبيع الأوضاع وتحقيق الأمن في داخل محافظة الضالع؟ أتوقع أن قيادة محافظة الضالع برئاسة الأخ فضل القعدي الذي أهنيه اليوم بفشل محاولة اغتياله، أتوقع بأنها ستواصل نجاحها وأنها ستزداد قوة ومثابرة في تحقيق مصالح المواطنين وفي تثبيت الأمن والاستقرار وفي تحقيق المزيد من التقدم في العملية الإدارية والتنمية لمحافظة الضالع. وطبعا من يعرف الأخ فاضل القعدي يعرف فعلا شخصية، أنه شخصية نادرة، شخصية تتمتع بقدرات قيادية نادرة المثال، وقدرة على اكتساب حب الناس ونسج العلاقات معهم وتفهم أوضاعهم. ولهذا أستطيع أن أؤكد بأن التفاف جماهير محافظة الضالع وحبهم لمحافظهم هو السياج الحقيقي الذي يحميه، وهو الوسيلة الحقيقية التي تمكنه من تحقيق النجاحات، كما استطاعت هذه المحافظة أن تكون المحافظة الأولى في القضاء على قوى الانقلاب الطائفية العباشية، تستطيع أيضا أن تكون المحافظة الأولى في الاستقرار وفي تحقيق منجزات إدارية وتنموية مهمة. محافظة الضالع محافظة
موقعها الجغرافي وبنيتها السكانية وتاريخها الثوري يؤهلها لأن تلعب أدوارا في المستقبل لا تقل شأنا عن أدوارها لا. في الماضي، سواء في الدفاع عن ثورة سبتمبر أو في تفجير ثورة 14 أكتوبر وتحقيق الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 67. إذن أشكرك المحلل السياسي الأستاذ علي الصراري، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إلى السيد وضاح الأحمدي المستشار الإعلامي لمحافظ محافظة الضالع. سيد وضاح، يعني وجود مناطق إلى حد ما تشهد مواجهات مع ميليشيات الحوثي على الأطراف الشمالية على الأقل محافظة الضالع، ألا يشكل نوعا من المخاوف بالنسبة لكم في المحافظة لنوع من الاختراقات التي قد تحدث من قبل هذه الميليشيات وتسبب نوع من عدم الاستقرار بداخل المحافظة؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد أستاذ العزيز، أن الحرب المشتعلة على المناطق الشمالية والغربية لمحافظة الضالع تؤثر إلى حد ما في زعزعة الأمن بالمحافظة، وخصوصا في مديرية الضالع مركز المحافظة. لكن أثق بأن أبناء المقاومة الشعبية وأفراد الجيش الوطني في نوريس وفي حماك لديهم من القوة والبسالة والشجاعة في الدفاع عن الضالع، باعتبار نوريس وحماك هي البوابة الشمالية لمحافظة الضالع. أضف إلى ذلك بسالة أبناء الضالع أنفسهم الموجودين في أمن الضالع الذين يعملون بصمد ويعملون بظروف قاسية وصعبة للغاية، لولا حبهم للضالع وحبهم وتطلعهم دائم لتحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها بالحصول على محافظة على الدولة في محافظة الضالع، وأيضا تحقيق طموحهم بأن يروا الضالع عاملة مستقرة ومزدهرة وتحقيق الطموحات التي ناضلوا من أجلها. إذن أشكرك وضاح الأحمد المستشار الإعلامي لمحافظ محافظة الضالع، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بالعودة إلى السيد سيادة العميد عبيدة القعيطي مدير أمن محافظة الضالع، سيادة العميد، إذن هناك مناطق لا زالت لم يعني تسيطر عليها الحكومة الشرعية بشكل كامل، كذلك السلطة المحلية تشهد سيطرة ميليشيات الحوثي. بالنسبة لكم أنتم في مديرية الأمن لمحافظة الضالع عموما، هل هذا يشكل لكم نوع من التحدي في تحقيق مستوى أكبر من الأمن والاستقرار للمحافظة؟ بالنسبة للمحافظة على المناطق التي تحت سيطرة الحوثي هي منطقة صغيرة نهاية دمك، هي دمك محافظة دمك المسا، لكن لم تشكل علينا أي خطر. بالنسبة لنا في الضالع لن يتشكل أي خطر، والضالع حصيب رجالها، الضالع صعب على أي جهة أن تقتربها، لأن نظامنا والذي قدمت الشهداء والذي أخذنا الشهداء نحن سندافع عن الضالع وتوفير الأمن والاستقرار لمحافظة الضالع والوطن بشكل عام. طيب الآن يعني برأيك بعد هذه محاولة الاغتيال هذه، هل هناك نوع من الإجراءات التي ستقومون باتخاذها كمحاولة لمواجهة أي محاولات أخرى لزعزعة الأمن والاستقرار؟ فعلاً أنا تحركت بنفسي في الحملة اليوم، واتجهنا مع حوالي 5 أطقم وتم تمشيط المنطقة بشكل عام الذي حصل فيها الاعتداء على الأستاذ المحافظ، والحمد لله الأمور بخير ومسكنا واحد من المطلوبين، الأمور لا زالت تحت السيطرة والبحث. نعم، إذن سيادة العميد عبيدة القعيطي مدير أمن محافظة الضالع، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، أشكرك جزيل الشكر، كما هو الشكر موصول لكلا الضيفين الذين كانوا معنا أيضا، المحلل السياسي الأستاذ علي الصراري انضم لنا من القاهرة، وكذلك سيد وضاح الأحمدي مستشار الإعلامي لمحافظ محافظة الضالع، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان مقدم الحلقة، وكذلك الزميل محمد نبيل عبد المغني منتج الحلقة، وبقية أفراد الطاقم الفني. دمتم بخير، في أمان الله.